اليوم الثاني على التوالي في عملية استطلاع لقاطع قيادة قوات حرس الحدود للحدود العراقية السورية من منطقة نهر الفرات وشمالا باتجاه منطقة جلبرات. يوم أمس كنا في قاطع الشمالي لمناطق الألوية اللواء 19 من حرس الحدود، واليوم احنا في تجوال مع السيد نائب قائد العمليات المشتركة وقائد قوات الحدود معاون العمليات وقائد القوات البرية مديرية الاستخبارات العسكرية للاطلاع على تفاصيل انفتاح الفرقة السادسة حدود. والآن احنا في منطقة طريفاوي اللي هي الحد الفاصل ما بين لواء المغاوير لحرس الحدود وأيضا قاطع اللواء السابع من الفرقة السادسة، وطلعنا تفصيليا على الجهد الكبير الذي تبذله قيادة قوات حرس الحدود من خلال النقاط الحصينة، وكذلك عملية الجهد الهندسي اللي تعمل به الموارد اللي خصصت من قيادة العمليات المشتركة لحفر الخنادق والسواتر، وأيضا للجهد الهندسي ما يتعلق بالبي آر سي والأسلاك الشائكة، والعمل المستمر لإدامة هذه المنظومة حتى ننطي رسالة اطمئنان لكل أبناء شعبنا أنه أبطال وزارة الداخلية متمثلة بقوات حرس الحدود وأبطال وزارة الدفاع اللي سننشئ خلال الأيام القادمة خط ثاني سيكون خلف هذه القوات لمنع كل التسلل إلى داخل أراضينا سواء كان إلى محافظة الأنبار أو إلى محافظة نينوى. العمل جاد ومستمر، ورسالتنا لكل شعبنا أنه الأمور جيدة في الحدود العراقية السورية. ما جرى في منطقة الحسكة ليس له ذاك التأثير الكبير على أراضينا لحد الآن. أبنائكم اللي متواجدين في هذه الظروف القاسية قادرين على صد ومنع أي تسلل أو دخول للإرهابيين إلى داخل أراضينا.